سيكون ضيف برنامج الأسبوع الرياضي يوم الاثنين 10 مساء وعلى الهواء مباشرة اللاعب الدولي السابق ونجم القوة الجوية الكابتن هيثم كاظم جاسم، وتشاهدون فيها أيضا نجم يسقط من سماء الكرة العراقية الدولي السابق والمدرب كريم سلمان الذي توفي جراء وباء كورونا. وسنتحدث عن شجون لاعبي البيت الجوي السابقين ونحلل أسباب النتائج السلبية الأخيرة لفريق الجوية، إضافة لفقرات البرنامج المنوعة، فكونوا معنا ولا تفوتكم متعة المشاهدة مع الكابتن مناضل السعدي في الأسبوع الرياضي.